يكونوا برامج مزيانين وبالنسبه لديك كاميرا خفيه يوليو درنا شي كاميرا خفيه حقيقيه ما بقاوش يمثلوا علينا في ذوك التمثيل ديالهم باش حنا نتفرجوا. وبالنسبه لدوك المسلسلات ديال قبل الفطور ورا الفطور درنا شي حاجه ديال الواقع ماشي يشطنوا لينا والدينا يخليو بلا فطور بلا والو. والدينا راه كيتبعوا دوك افلام صافي كيمشى الفطور وكبقاو لا فطور لا الحريره كتحرك كلشي كيتحرك افطر بالشباكيه والحليب. ديروا لنا سبور شي حاجه ديال الكره يديروا لنا شي حاجه دينيه نسمعوا القران نهار كامل في التلفازه ما بقاوش يديروا لنا داكشي ديال والو. بالنسبه اللي كنبغيو برامج في رمضان الكريم كنبغيو تكون برامج دينيه وطنيه وسميتو مسلسلات القدام بحالاش بحال داك القصه كنا نسمعها في الصغر وداكشي ديال سيف دوليازال بائعات الخبز جنان الكرمه وهودي اللي بغينا. نورمالمون البرامج كوميديه بنادم كيكون دوز نهار كامل في ستريس وهذا خاص يشوف شي حاجه اللي غادي يضحكو يهرس بها الروتين ويهرس بها ستريس. زوينين نورمالمون فيهم الخياري فيهم الناس اللي زعما هاد الجينيراسيون اللي طالعه دابا كلهم مزيانين. لا با فورسيمون ماشي بزاف بعض المرات كنطيح في هاد لوكا كنفكر انها كذوب تكون اكزاجيري واحد شويه ياك مع 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 شي ممثلين ماشي مع كلشي. بالنسبه للبرامج خويا اللي بغيت نشوف في رمضان ما كذبش عليك فريمون ما بقاتش شي حاجه اللي كتسهل ان الانسان يضيع عليها وقته ولات غير تفاهه ما بقاتش شي حاجه اللي كتحمر الوجه. انا من عشاق ديال الافلام كنبغي نتبع افلام ومسلسلات وكنتبع كنكذبش عليك الاذاعات ديالنا ما بقيتش كنشوفهم من غير الرياضيه كنتبع شويه ديال الرياضه كره ولكن برامج اخرى ما كايناش صراحه ما بقاتش شي برامج اللي كتحمر الوجه عندنا في الاذاعه الوطنيه ديالنا. كنتبع اخويا نتفليكس كنتبع نتفليكس ومهني راسي كنشوف داكشي اللي بغيت المحتوى اللي بغيت كنقلب عليه فيها كلشي. الاذاعات ديالنا خويا الا كاين شي اصلاح مرحبا ما كاينش بصحه. البرامج اللي بغيت في رمضان يكونوا فهمتي زوينين الكاميرا خفيه تكون فهمتي داكشي حقيقي ما يكونش يبقاو يطلعوا علينا هذا كاميرا خفيه يبقاو يمثلوا شي حاجه مزيانه ناضيه. وبالنسبه للافلام ولا المسلسلات فهمتي كما قال الاخ اللي كان قبل مني يديروا القران نهار كامل ما يبقاوش يلهيو لنا والدينا يديروا شي حاجه اللي نستافدوا منها الدراري الصغار يدير لهم شي حاجه ديال القرايه الافلام التركي يحيدوهم من التلفازه كيتعلموا الدراري الصغار من كيتعلموا غير من هذوك الافلام التركيه كيتعلموا منهم غير داك الشيء فهمتي الخايب سميتو. في رمضان من الاحسن يكونوا برامج دينيه بحال مثلا برنامج ديال الركن المفتي اللي كانت حال هذا وماتشات ديال كاس العالم ديال 86 اللي كانوا ماتشات مزيانين برامج مزيانه ولكن ما عندهاش ذاك الذوق بحال البرامج اللي كانوا بكري وهذا ما كاينش هذاك الحماس باش تفرج دابا في البرامج بحال دابا البرامج الاولين كنتي كتبغى كتفرج فيهم من الاول حتى الاخر وكيكون عندك حماس باش تفرج دابا كتشوف برنامج ما